يواجه فريق ريال مدريد فريق كارتر الالماني في الجوله الاولى من دوري ابطال اوروبا لكي تشاهد المباراه مع الافضل الضغط وشكرا لكم مسبقا ملعب المصطفى في المباراه ملعب سانتياغو برنابيو بمدريد في سم الساعه 8 مساء بتوقيت الجزائر وتونس المغرب والساعه 9:00 بتوقيت القاهره والساعه 10:00 بتوقيت السعوديه وقطر الإمارات سوف تنقل المباراه عبر قناه بين سبورت 2 تجدون البث في صندوق الوصف نتمنى لكم فرجة ممتعة لا تنسوا لايك بالقناة وتفعيل الخاص لتصل كل لكي توصل دائما بعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبرة وأضرب مويدة في مدينة قادم